بنرحب بحضراتكم مرة تانية. لقاء حرس الحدود وغزل المحلة الساعة 8:30 إن شاء الله على استاد الجيش ببرج العرب. كابتن عمر، بتشوف غزل المحلة هو اللي وضع نفسه في الموقف الصعب ده؟ ما فيش شك طبعا. ممكن كنا بنتكلم قبل الاستوديو، نادي غزل المحلة من الفرق القوية والفرق الكويسة، الفرق الشعبية يعني. الدور الأولاني ماشي كويس قوي. مظبوط. أنا من وجهة نظري فنيا، الحاجة اللي كان محتاجها غزل المحلة تخلى عنها، وهي المهاجم الهداف اللي هو عبده يحيى بالتحديد. ازاي انا يبقى عندي مهاجم هداف وابيعه في يناير؟ يعني دي علامة استفهام. الراجل ده اللي بيترجم لك الفرص، وشفنا قد ايه المحلة عانى في الدور الثاني من عدم ترجمة الفرص لأهداف. نتيجة بيع المهاجم ده من وجهة نظري الشخصية. فأنا شايف المحلة حط نفسه في هذا المأزق. طبعا أتمنى أنه يخرج من هذا المأزق، يعني المحلة يعني فريق واخد دوري قبل كده، يعني فريق مش شوية يعني، وفريق بلد. وبالتالي زي ما أنت قلت، نادي غزل المحلة حط نفسه في هذا المأزق من وجهة نظري، بيع عبده يحيى اللي كان بيترجم الفرص لأهداف.